بداية من منصة المستقبل العلمية من العراق، نرحب بكم، أهلا وسهلا بكم. وياكم دكتور مروان ميثم محمد، تدريسي في كلية البصرة، وأيضا مسؤول مكتب الجمعية الحياة، جمعية علوم الحياة العراقية، ومدير منصة المستقبل. واليوم عنوان محاضرتنا هو المقاومة الدوائية. شنو نقصد بالمقاومة الدوائية؟ وليش عندنا مشكلة هي مشكلة المقاومة الدوائية؟ مشكلة عظيمة، والكثير من العلماء صراحة عاجزين عن حل هذه المشكلة، وما جاي يصير عندنا أي تقدم من ناحية اكتشاف أنتيبايوتكس جديدة، مضادات حيوية جديدة، حتى نقلل من خطر الإصابة بالبكتيريات الأمراضية. اليوم راح نتناول عديد من النقاط. أول نقطة راح نتناولها اليوم هو الأنتيبايوتكس. ما هي الأنتيبايوتكس؟ تعريف بسيط. ليش المقاومة الدوائية تعتبر مشكلة عظيمة؟ الأنتيبايوتكس مكان عملها على البكتيريا وين بالضبط؟ شنو أسباب اللي أدت إلى عدم كفاءة هذه المضادات الحيوية وعدم قدرتها على قتل البكتيريا أو تثبيط سمومها؟ إن شاء الله كل هذه المعلومات راح نتناولها اليوم ويا محاضرتنا. مبدئيا الانتيبايوتكس، قصة الانتيبايوتكس هي قصة عمرها أكثر من 100 سنة أو 120 سنة، عندما اكتشف ألكسندر فليمنج عن طريق الخطأ إن هو فطريات تفرز مادة، هذه المادة أدت إلى موت البكتيريا. وكان الفطر هو البنسلينيوم، على أساسه قدر إن هو يعزل هذه المادة، وتعتبر هي أول مضاد حيوي على وجه الكرة الأرضية هو البنسلين اللي قدر يعزله الدكتور ألكسندر فرمينج. وبعدها طوالت الاكتشافات حول أنتيبايوتكس جديدة، معظمها أو بنسبة كلش هي ناتشرال، هي طبيعية، هي جايبيها من فطريات، جايبيها من كائنات ميني صغيرة جدا، اللي هي ممكن تؤدي إلى أو هي تؤدي إلى قتل هذه البكتيريا. مو فقط قتل هذه البكتيريا، بس راح نشوف احنا آلية عمل الأنتيبايوتكس على البكتيريا هي مو فقط تقتل البكتيريا، إنما ممكن توقف الكثير من تكاثر البكتيريا، مثلا انقسام الدي ان اي، تكوين البروتينات، عمليه تكوين حمض الفوليك اسيد. يعني مو فقط هي تقتل البكتيريا، ايضا هي ممكن تسبب ان توقف فعاليات او الفعاليات الحيويه اللي موجوده بداخل البكتيريا. زين، البكتيريا طبعا هي مثل ما تعرفون هي تصيب مو فقط الانسان، تصيب الانسان وتصيب الحيوان واوريدي حتى تصيب النبات. فالبكتيريا هي منتشره بالدنيا، واحنا نقصد كل انواع البكتيريا، ما اقصد فقط بالبكتيريات الامراضيه، كل انواع البكتيريا هي منتشره بالدنيا كلها، بالطبيعه، وايضا اذا نقصد على الطبيعه يعني حتى بالمدن وبالارياف وبالقرى البكتيريا موجوده. بعد ما اخترعوا الانتيبايوتكس وبعد ما جربوه وادى الى نجاح الكثير من الطرق العلاجيه باستخدام الانتيبايوتك، شاهدوا انه البكتيريا ظلت تقاوم هذه المضادات الحيويه. بمرور الزمن البكتيريا، اذا انت كان شخص مصاب بكتيريا فلان مثلا فور اكزامبل ستريبتوكوكس، وكنت تعطيه مثلا بنسلين، البنسلين راح يشفى هذا المريض وتبدي تخفف من عنده الاعراض اللي هي ناتجه عن ان اصاب بهذه البكتيريا. شافوا انه بعد البنسلين، بعد اعطاء هذا البيشنت او غير بيشنت مصاب بنفس نوع البكتيريا، البنسلين ما ادى لاختفاء هذه الاعراض، سوري، يعني بقت الاعراض نفسها، وبالعكس يعني اشتدت الاعراض اكثر. فاتضح بعد الفحص المختبري والفحص الجرثومي، اتضح انه البكتيريا صارت مقاومه لهذا البنسلين. خلص انتهت البنسلين، تشوف البكتيريا هو مثل اي ماده كيميائيه لا ضرر يسبب لها. ولذلك راح يستخدمون السكند تشويس، الخيار الثاني اللي هو بعد البنسلين. ما راح نعرف شنو الخيارات اللي موجوده او شنو ممكن
يوصفوا لها الأطباء للشفاء من الأمراض والعدوات البكتيرية. أعطينا أنتيبايتك ثاني وشفنا الأنتيبايتك أوكي أدى وظيفته، لكن بمرور الزمن هم الأنتيبايتك الثاني ما أدى وظيفته، أو بدأت يعني ما يشفي الحالات لحد ما وصلت عدد الحالات اللي راح تنشف في نتيجة استخدام الأنتيبايتك السكند تشويس هي صارت صفر، يعني معناته صارت عندنا ريزيستنس. والريزيستنس صراحة المقاومة الدوائية أو المقاومة المضادات الحيوية هي تعتبر مشكلة عظيمة. السبب ليش؟ أول شيء هي تؤدي إلى خسارة ايكونوميكال لوست اللي هو خسارة مادية، وهسه راح نسولف ليش خسارة مادية، إضافة إلى بقاء المريض بالمستشفى وعدم شفاء هذا المريض، وبقاء المريض بالمستشفى فترات طويلة يعني أيضا كوست، أيضا بقاء تكاثر هذه البكتيريا، وخاصة إذا نحكي إذا كانت بكتيريا مثل البكتيريات الوبائية أو البكتيريات اللي تصنف في الليفل المرضي مالتها كلش عالي، مثل الأنتراكس، مثل التي بي، مثل العديد من البكتيريات اللي تكون خطرة جدا. أيضا زيادة المورتاليتي ونقصد بها أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالبكتيريات. يعني قبل لا نكتشف أو قبل لا يكتشفون العلماء الأنتيبيوتيك، كانت الحالات الشخص اللي يصير به التهاب بكتيري ممكن يصير عنده سخونة مثلا فيفر أو فوميتينج لحد ما يتوفى ويموت وينتهي، ما له أي علاج. يحاولون الأطباء اللي موجودين يقللون من درجة الحرارة اللي ترتفع عنده، او يحاولون يعطونه فلويد يعوضون على الفلويد اللي صار عنده نتيجه الفوميتنج. لكن شفاء والقضاء على المسبب المرضي اللي هو الجراثيم او البكتيريا كان ماكو لحد ما اجى الانتيبايوتيك. الانتيبايوتيك قدروا ان هو يخففون الاعراض اللي هو ينهون فيفر الحراره وينهون او يسوون ريبليسمنت او ادد فلويد في حاله اذا كانوا يخسر فلويد بداخل جسمه او نزف يعطونه بلاد يونت، اضافه الى يعطونه انتي بايوتيك يحاربون البكتيريا، فخلص اتكافئت فرص نجاه هذا الشخص، وممكن هي مساله وقت وينتهي خلاص يشفى تماما ويطلع من المستشفى ويروح يمارس حياته الطبيعيه. لكن اذا كان الانتي بايوتيك ما يؤدي وظيفته، فراح نرجع للعصور القديمه العصور الحجريه، انه هو ممكن الشخص ترتفع درجه حرارته لحد ما يموت ويتوفى. انتهت بعد ما بين اي حد. قبل لا نسولف على هاي المشكله، احنا مثل ما تعرفون تركيب البكتيريا، هي البكتيريا عباره عن كائن وحيد الخليه. والبكتيريا من يتكون او كل انواع البكتيريا من تتكون؟ تتكون من دي ان اي، تتكون من ار ان اي، تتكون من رايبوسومات اللي هو ينتج البروتينات، وتتكون من سيل وول الجدار الخارجي، وبعده وبداخله يكون السيل ممبرين. واضح لحد الآن شباب؟ تمام. واضح؟ يعني راح نذكر نقاط كلش مهمة، فأتمنى يكون الصوت واضح والصورة كذلك واضحة حتى نقدر نوصل الفكرة. فمثل ما قبل شوي سولفنا وحكينا ان هو البكتيريا تتكون من دي ان اي، اكيد الحمض الوراثي، والار ان اي تتكون من ايضا تحتوي سوري على الرايبوسومات اللي هو يكون انتاج سوري انتاج البروتينات، ايضا محاطه بالسيل ممبرين وبعدها محاطه بالسيل وول. الانتيبيوتيك مكان عمله راح نجي بيها واحده واحده. اول انتيبايوتكس او اول جروب من الانتيبايوتكس او عائله من الانتيبايوتكس مثل ما تردون تسموها، هي راح تحطم السيل ممبرين. السيل ممبرين مال البكتيريا من يتكون؟ اذا كان هي جرام بوزيتيف فيتكون من لايبوبوليساكرايد، يتكون من بتيوبلايكن، ويتكون من يعني اخرى مكونات اخرى، بس الشيء الاساسي اللي موجود بالجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف هي طبقه العائله، طبقه البيتيدوكلاكين. الانتي بايوتيك شنو راح تسوي هاي العائله؟ راح تبدي تحطم هاي طبقه البيتيدوكلاكين، واذا تحطمت طبقه البيتيدوكلاكين
راح تؤدي؟ راح تؤدي الى تلف هذا السير وول، ويعتبر السير وول هو الدعامه الاساسيه لحمايه اي بكتيريا. اذا راحت هاي الدعامه الاساسيه، هاي البكتيريا ممكن بالكراشنج، الكراشنج اللي اقصد بها بالتدافع او بال يعني تموت من اي شيء، يعني تصير هشه كلش مثل البالونه، وعلى اساسها ممكن اي شيء يؤدي الى فرقعه هذه البالونه وتروح تنتهي هذه البكتيريا. فلذلك الانتي بايوتكس اللي احنا نستخدمها تحطم السيل ممبرين، هي وظيفتها ان هو تتخلص او ان تتخلص من هاي الدعامه الاساسيه اللي هي تحتاجها البكتيريا. فعندنا اول انتي بايوتكس اللي هو راح يحطم هذه البيبتيدوغلايكان. شلون راح يحطم هذه البيبتيدوغلايكان؟ من خلال البيبتيدوغلايكان شلون يتكون؟ عن طريق انزيم. الانزيم يبدي يربط البروتينات مع السكريات. البيبتيدوغلايكان من اسمها تتكون من جلايكوجين او جلايكوز، جلوكوز زائدا بيبتيدز اللي هي تجمع الامينو اسيد. اللي يربطها هذني سوا هو انزيم يدعى ترانسبيبتيز. هذا الانزيم الترانسبيبتيز ناخذ ادويه انتي بايوتكس تثبط عمل هذا الانزيم، اللي هو مثل الانتي بايوتكس مثل البانكومايسين والفوسفومايسين. البانكومايسين والفوسفومايسين بعد اخذهم شخص او ياخذهم المريض او بعد ما تتعرض عليهم البكتيريا، وين راح تروح هاي الانتي بايوتكس الاثنين اللي هو البانكومايسين والفوسفومايسين؟ راح على البيبتيدوغلايكان ويثبطن الانزيم اللي مسؤول عن بناء هذه البيبتيدوغلايكان. خلاص تنتهي عندنا البيبتيدوغلايكان. زين، ايضا عندنا البيبتيدوغلايكان بعد ما يبنيها هذا الانزيم راح يكون مثل ارتباط بها والتراس بها، شلون طابوقات واحده فوق الثانيه. فممكن ان تكون انواع اخرى من الانتي بايوتكس راح تسوي، راح تفلش هاي الطابوقات، هذا الدعامات اللي هي طابوقات اللي هي تكون على اساسه الحائط الكبير اللي راح نسميه بيبتيدوغلايكان. الانتي بايوتيك راح تبدي تنخر بهذا الجدار، تفلش الطابوقات، فلذلك يبقى الجدار متهالك وممكن يهلك الجدار بسرعه ويتفلش. مثل يا انتي بايوتكس عندنا هواي، مثل عندنا البنسلين. كم نوع عندنا من البنسلين؟ اذا لاحظ بس خل اطلع القلم، خيارات ما شاء الله. عندنا انواع عديده من البنسلين. عندنا الناتشرال بنسلين اللي هو البنسلين الناتشرال اللي هو المستخلص الطبيعي، اللي هو يعتبر هذا اول انواع الانتيبايوتكس اللي ممكن نسميه بنسلين جي او يسمونه بنسلين جي. هذا ناتشرال بنسلين. عندنا بنسلين اخر اللي هو احنا نستخدمه وين؟ ضد المكورات العنقوديه، الستافيلوكوكس، وخاصه الستافيلوكوكس اوريوس، ولذلك يسمى انتي ستافيلوكوكال بنسلين. يا نوع من البنسلين اللي هو من خلاله راح نعرف البكتيريا هل هي ميرسا او غير ميرسا. الميرسا هي اخطر انواع الستافيلوكوكال اللي تكون مقاومه لكل الانتيبايوتكس اللي هي من هذا البيت او من هذه العائله اللي هو الاوكساسيلين. الاوكساسيلين هو عباره عن انتيبايوتك احنا نعطيه او نعرضها للبكتيريا، يا بكتيريا بالاخص بكتيريا الستاف، حتى نشوفها هل هي مقاومه لو غير مقاومه. اذا مقاومه بعد ما نسميها ستاف ولا نسميها ستاف اوريوس نسميها ميثيسيلين ريزيستنس ستاف، المكورات العنقوديه المضاده للميثيسيلين. واضح؟ زين، بعدها هذا عندنا ناتشرال بنسلين. الناتشرال بنسلين ضافوا له امينو اسيدز، ليش؟ حتى يغيرون، يسوون موديفيكيشن المن، يسوون موديفيكيشن للستركتشر مالته، بحيث صار عندنا جزء نقدر نقول عليه او نسميه جزء ناتشرال طبيعي، والجزء الثاني لا اللي هو مصنع سينثيتيك، اللي مثل من الامبسيلين او ايموكسيسيلين. اذا سامعين به اكيد سامعين به امبسيلين ايموكسيسيلين، ما دام اي ام بالبدايه يعني معناته هذا موديفايد، يعني هو بنسلين اصله بنسلين وضايفين له امينو اسيد فصار اسمه امينو سوري صار اسمه امبسلين او ايموكسيسيلين. واضح؟
تاكل وما تسقط. اكو صوت شباب؟ اتمنى تكتبوا لي، يعني دائما تكتبوا لي حتى افهم. اوكي تمام، شكرا. زين، عندنا بعد اخر شيء اللي هي السيديمونا، سيديمونس، سوري. السيديمونس هي نقصد بها بكتيريا تدعى السيديمونس. هاي البكتيريا هي جرام نيجاتيف، يمكن هي جرام نيجاتيف بكتيريا. هاي البكتيريا من ميزتها ان هي تكون مقاومه للديترجنت، للمطهرات، للديتول. اكثر بكتيريا ممكن بالجرام نيجاتيف نشاهدها ملوثه العمليات، ملوثه المستشفيات، يعني اقصد بها ردهات العمليات، ردهات بصوره عامه. هي تتلوث ليش؟ لان هي قدرتها على مقاومه للديترجنت، المطهرات، الديتول، الكلور، وكذلك مقاومه لدرجات الحراره، مقاومه حتى ايضا يمكن اصغر اليو في اذا ما كنت خطان انا او غلطان انا. فلذلك احنا نستخدم لها نوع خاص من الانتيبايوتكس اللي يدعى بيبراسلين. بيبراسلين وين ما نشوف احنا بيبراسلين راح نعرف ان هو هذا تشويز وخيار المن للسيدوموناس. يعني ما يصير بيبراسلين راح نطيل بكتيريا ثانيه مثل المعكورات العنقوديه او غيرها. ممكن هو يعمل عليها ويشتغل عليها بس هو خطا. ممكن المكورات العنقوديه لها انتيبايوتك ثاني نستخدمه. زين، ليش ما نستخدم بيبراسلين؟ اوكي اذا هو كان يشتغل على الستاف ليش ما استخدمه؟ لان بيبراسلين مكلف اولا. ثانيا ممكن بيبراسلين يكون في سايد افكت على المريض، يكون اخطر على المريض خاصه اذا اخذ دوزات عاليه او فترات طويله يبدي ياخذ بيبراسلين. لذلك كل الانتيبايوتكس اللي لازم حكمه او توجد حكمه في استخدام هذا الانتيبايوتك او اخذ هذا الانتيبايوتك او وصفه الى المريض. ايضا عندنا السيفالوسبورين. السيفالوسبورين هي عباره عن جروبس اوف انتيبايوتكس، زين، ومقسمه حسب الجنريشن. شنو الجنريشن؟ حسب الاجيال. يعني كل سنه يكتشفون انتيبايوتكس جديد، فلذلك يسمونه جنريشن. يعني الجنريشن الاول قبل فور اكزامبل 20 سنه، الجنريشن الثاني اللي احدث منه قبل 15 سنه، الجنريشن اللي احدث بعد من عنده هو حديث جدا، يعني يجوز صار له سنه او سنتين يعني هالشكل. فلذلك نشوف، راح نشوف فيرست جنريشن، سكند جنريشن، اند فايف جنريشن. وصلنا تقريبا فايف جنريشن. كان الفيرست جنريشن هو سيفالوزولين، هذا يعتبر اول انتيبايوتكس من هذه العائله، عائله السيفالوسبورينز، اللي هو يستخدمونه ضد البكتيريا، وخاصه البكتيريا يكون بفيدو جلايكان مالتها عالي، يعني جرام بوزيتيف بكتيريا. لكن شافوا ان هو السيفالوزولين بعد ما يفيد، ان البكتيريا ظلت مقاومه اليه، فظل البحث مستمر لحد ما شاهدوا او لقوا انه اكو انتيبايوتكس افضل من عنده، مثل سيبراكزون. هذا الجنريشن الثالث للانتيبايوتكس من هذه العائله. لكن للاسف السيبراكزون اللي هو حاليا ايضا اكو بكتيريات كثيره تكون هي مضاده اليه، فصار يعني مو فد خيار جيد. لذلك شافوا او اتجهوا للفايف جنريشن اللي هو سيبترالورين. سوري، سيبترالورين. سيبترالورين هي عباره عن الفايف جنريشن المن للسيفالوسبورينز انتيبايوتكس، اللي احدث نقدر نقول احدث انتيبايوتك سيبترالورين، اللي هي احدث انتيبايوتكس لهذه العائله. فاذا شفنا البكتيريا كانت مقاومه للسيفالوزولين والسيبراكزون، احنا نستخدم هذا الفايف جنريشن. لكن اذا لقينا الفايف جنريشن اللي هي البكتيريا تكون الى ريزيست، يعني شنو معناته؟ هل معقوله الثيرد جنريشن راح يشتغل؟ للاسف لا. هل معقوله الثيرد جنريشن راح يشتغل؟ لا. يعني اذا كانت البكتيريا هي مقاومه للفايف جنريشن، الاحدث جنريشن of these antibiotics، تعذرني الفيرست جنريشن بعد ما راح يعمل على هاي البكتيريا ولا يؤدي وظيفته. ايضا عندنا antibiotics تشتغل عليه، من تشتغل على السيروول اللي راح تحطهم بالسيروول اللي عندي جماعه الكاربامينين. كاربامينين اللي هو الامبيمين والميروبينين. الامبيمين اقدم من الميروبينين. الميروبينين هو يكون احدث، هذا يستخدم حاليا
خاصة المرضى اللي هو يسوون عمليات الأوبن سيرجري، عمليات اللي هي فتح صدر مثلا أو فتح بطن، حتى يخافون الأطباء من العدوى اللي ممكن يعني catch infection from environment from صارت العمليات from من رتهات أي شيء يخافون على المريض، خاصة إذا كان جرح العملية deep أو جرح العملية يعني يكون عميق وكبير، فلذلك يعطوه انتبايتي قوي خوفا من إصابة بالبكتيريا وسرعة الالتهاب في مكان العملية أو جرح العملية، فلذلك يوصفوا له الإمبني أو يوصفوا له الميروبينين. لكن للأسف أيضا شفنا أكو بكتيريات هم مقاومة للميروبينين والإمبني. عندنا آخر شيء المونوباكتام اللي هو أسترونام، هذا انتبايتك أيضا يستخدم في حالات معينة للسيل وول. هسه كم نوع عندنا؟ صار عندنا هواي انواع اللي هي ممكن من خلالها او يوصفوها حسب شنو؟ حسب نوع البكتيريا، حسب سايت اوف انفكشن، موقع البكتيريا وين موجود بداخل الجسم، حسب وقت اعطاء العلاج، يعني ايش قد نحتاج نعطي العلاج، هل نعطيه مره واحده للمريض او لازم يستمر عليه فترات طويله او يستمر عليه فترات ممكن توصل للاشهر او للسنوات. ليش هاي كميه الانتيبايوتكس هواي؟ لهاي الاسباب. اسباب تكون بكتيريا تكون نحسه جدا، بكتيريا تكون فتاكه قاتله، بكتيريا تكون ضعيفه وتافهه، بكتيريا تكون بمكان موجود بالجسم صعب وصول السيفالوسبورين اليه او صعب الوصول الى البنسلين، فلذلك نستخدم نوع ثاني من الانتيبايوتكس. او مثلا بيشنت انا اتوقع ان هو هاي البكتيريا راح تبقى متلازمه به فترات كلش طويله، فلازم انا اعطيه انتبايتك فترات طويله، اذا دائما اعطيه فانكومايسين راح تتلف الكليات مالته، راح تنتهي الكليات مالته او الليبر مالته، اذا اعطيه البنسلين راح تصير عنده مثلا ممكن رياكشن ضده، هو ما عنده حساسيه بنسلين بس كثره اخذ البنسلين ممكن يصير عنده بنسلين، هاي حساسيه البنسلين، فلذلك اختار خيارات اخرى وتشويس اخر. طبعا هاي مهمه، لازم يكون الطبيب لازم يكون يفهم بهاي القضيه وعلى اساسه يقدر يوصف العلاج المضبوط للمريض. واضح شباب بنات؟ اكو سؤال لحد الان؟ يمكن معقد شوي ايه، بس هي هاي الانتي بايوتيك سوري هي تكون شويه تعقيد بها، بس اذا واحد بين فتره وفتره يطلع عليها او يقراها او يفهمها راح يشوف الامور شويه تكون ابسط واسهل. تمام، شلون راح تكون هاي البكتيريا مقاومه لهاي الانتيبايوتكس؟ اذا تلاحظون عندنا هسه راح ازوم انا احاول اسوي تكبير هنا وتشوفون. هسه اذا تلاحظون عندنا هسه قدامكم بالشاشه ان شاء الله واضحه، عندنا البنسلين، عندنا السيفالوسبورين، عندنا المونوباكتيريوم، وعندنا الكاربامين. هذا قبل شويه سولفنا على الانتيبايوتكس وعلى الانتيبايوتكس، اذا تذكرون شنو الشيء المشترك بيناتهم؟ راح تلقون المشترك عندنا هذا المربع اللي هو يسمونه الاورينج او انرينج، انا مو كيميائي حتى اقدر اوصف، بس هذا يسمونه البيتا لاكتام رينج، هذا بالاحمر اذا تشاهدونه متواجد بكل انواع الانتيبايوتكس، هذا يسمونه البيتا لاكتام رينجز، ولذلك يسمون هذه الانواع من الانتيبايوتكس اللي هي البنسلين والسيفالوسبورين والكاربامينيز يسموها البيتا لاكتام انتيبايوتكس. يعني وين ما تسمع انت لفظ بيتا لاكتامز يعني راح تعرف ان هو الانتيبايوتيك يتشاكل بهذا التركيب الكيميائي اللي هو البيتا لاكتام رينجز. زين، البكتيريا ما راح تقعد يعني للاسف. شو راح تسوي البكتيريا؟ البكتيريا هي تفرز انزيم، شو يسمونه هذا الانزيم؟ يسمى هذا الانزيم شنو شغلته؟ راح يبدي يحطم هذني بالرينج هذا البيتا لاكتام رينج يكسره، واذا تكسر هذا البيتا لاكتام رينج بعد خلاص فشل الانتيبايوتيك، الانتيبايوتيك ما راح يؤدي وظيفته، ما راح يقضي على البكتيريا. واضح؟ فتفرز هذه الانزيم، هذه البكتيريا تفرز هذا الانزيم الذي يدعى البيتا لاكتاميز، مبين من بيتا لاكتام رينج والانزيم اللي يشتغل عليه البيتا لاكتاميز.
هذا البيتا لاكتيميز هو مسؤول عن تحطيم كل الستراكشر الكيميائي اللي موجود بهذه الانتيبايوتكس. يعني قبل شويه شوفوا كل هذني هسه البنسلين والاوكسوسيلين والبيبراسلين والسيفالوزولين والامبيمين والازيترونام، ذني كلهن يحتوون على هذا الرنج. فاذا كانت هاي البكتيريا عندها القدره على افراز هذا الانزيم، يعني هاي الانتيبايوتك كلها بعد يشيلها ويصبرها بالشط بعد ما راح تفيد. زين بهيج الحاله شو نسوي؟ شلون راح نعالج الموضوع؟ بسيطه، العلماء قالوا ما دام هو انزيم نعطيه انهبيتر. شنو انهبيتر؟ انهبيتر اللي هو عباره عن ماده راح تثبط عمل هذا الانزيم. يعني يجي هذا الانتيبايوتكس فور اكزامبل اللي هو الكاربامينيز فور اكزامبل امبيبين، ويجي يرتبط ويا شنو؟ انهبيتر. هذا الانهبيتر راح يبدي يرتبط ويا من؟ ويا الانزيم. فالانزيم راح يلتهي وياه، خلاص يرتبط وياه ويروح هذا الانتيبايوتيك ويحطم البكتيريا، خلاص ميشن كامبلش. يعني انتهت. ولذلك راح نشوف الانتيبايوتكس، يعني اغلب الانتيبايوتكس خاصه الانتيبايوتكس اللي هي وياها البيتا لاكتمز يرتبطون وياها بماده اخرى تدعى الانهبيتر اللي هي كلافيكونيك اسيد ويا الاموكسيلين. الاموكسيسيلين اللي هو صار عندنا الاوغمنتين. شنو هو الاوغمنتين؟ هو انتيبايوتكس هو الاموكسيسيلين نفسه بس مرتبطه ويا كلافيكونيك اسيد. كلافيكونيك اسيد هو عباره عن انهبيتر راح يروح على هذا الانزيم ويوقف عمل الانزيم حتى الانزيم لا يفلش الرنج مالته. عندنا تازوباكتام زادا ببراسلين، هذا يستخدمونه المن للسيدوموناس. قلنا السيدوموناس احنا نستخدمه ببراسلين، لكن اذا هي تفرز هذا الانزيم فخلص الببراسلين ما راح يفيده، الببراسلين يحتوي على الرينج. فلذلك يربطون وياها التازوباكتام، والتازوباكتام يعتبر انهبيتر لهذا الانزيم. عندنا السالباكتام، سالباكتام يرتبط ويا الامبسلين. الامبسلين القديم اللي قلنا احنا البكتيريا اللي بعد، لا ذاك البنسلين، الامبسلين اللي هو ويا الاموكسوسيلين، اي هم يعتبر قديم، اللي هو عباره عن امينو زائدا بنسلين. نربط ويا السالباكتام، وعلى اساس السالباكتام راح يسوي انهبيتر المن الانزيم هذا اللي عندنا، ويروح البنسلين هو ويحطم السيل وول مالت البكتيريا. واضح؟ فدائما من نشوف هذني سالباكتام، تازوباكتام، كلافيكونيك اسيد، انا اللي اريد اعرفه يعني هم الكلافيكونيك اسيد. مرات اكو طلاب دراسات او اكو مثلا انا اشوف في الريبورتات يكتب لي كلافيكونيك اسيد بكتيريا ريزيستنس اور سنسيتيف، غلط، هذا الحكي غلط. هذا مو انتيبايوتيك انا مطيه، هذا مطيه انهبيتر لانزايم اللي موجود اللي تفرزه هذه البكتيريا. ما مطيه، هذا ما راح يعالج ذي الشيء، هذا راح يساعد في عمل الانتيبايوتكس لا اكثر ولا اقل. عندنا بعد ندخل جوا شويه السيل ممبرين. السيل ممبرين مات البكتيريا ممكن انا هم اسوي ديستركشن اللي احطمه. شلون اقدر احطمه؟ من خلال انتيبايوتكس. الانتيبايوتكس شلون راح تشتغل على السيل ممبرين؟ راح تزيد من البامب اللي يسموه افلكس بامب. شنو افلكس بامب؟ عباره عن هنا مثل البمبات اللي هي مضخات موجوده. هاي المضخات هي تكون عددها قليل، هي مسؤوله عن دخول وخروج الالكترولايت وخاصه البوتاسيوم. لكن اذا اعطيت الدوبتومايسين او اذا بكتيريا تعرضت لهذا الانتيبايوتيك الدوبتومايسين، هذا ايش راح يسوي؟ راح يزيد من هذه البمبات اللي موجوده، راح يزيد من اخراج البوتاسيوم خارج البكتيريا. واذا خرجت البوتاسيوم خارج البكتيريا صار عندها ديستربنس بالاوزموتيك بريشر مالتها، بالضغط التناوحي مالتها، فممكن تنكمش او ممكن تنفجر مثل تنفخ تسحب سوائل زايده وتنفجر تنتهي. عندنا نوع ثاني هو البوليميكزين، هذا نستخدمه المالتي دراج ريزيستنس بكتيريا. شنو المالتي دراج ريزيستنس بكتيريا؟ تكون مقاومه لكل الانتيبايوتكس، مثل قبل شويه سولفنا، ممكن بكتيريا تكون مقاومه لكل الانتيبايوتكس للسيل وول اللي هي تشتغل على السيل وول. فانا بعد عندي الحل الثاني شنو؟ استهدف غير مكان بالبكتيريا اللي هو ممكن السيل ممبرين، فاعطيها البوليميكزين اللي راح يحطم السيل ممبرين. واضح؟ زين
فوليك اسيد. بما تحتاج البكتيريا فوليك اسيد؟ تحتاج البكتيريا فوليك اسيد لبناء دي ان اي، لارتباط دي ان اي، تحتاجه بالميتابوليزم مالته. فوليك اسيد فد عنصر كلش اساسي تحتاج البكتيريا. مين يجي الفوليك اسيد؟ طبعا الفوليك اسيد هي ما تصنع البكتيريا، هي يعني تصنع اجزاء من عنده. البكتيريا تاخذ من المحيط مالتها بارا امينو بنزويك اسيد اللي هو موجود، ممكن حتى في جسم الانسان موجود هذا المركب الكيميائي، او حتى بالانفايرمنت موجود هذا البارا امينو بنزويك اسيد. يدخل هذا البارا امينو وراح يتحول الى داي هايدروفول فوليت والتترا هايدروفوليت، وعلى اساس راح يصير فوليك اسيد. لكن عندنا انتي بايوتكس اللي هي فور اكزامبل ترمبوثرومبين سولفانامايد، هذين الانتي بايوتكس يصير مرات ميكس اثنيناتهم ياخذوها سي تي اكس يسمونه، هذا راح توقف عمليه تحويل البارا امينو بنزويك اسيد المن الى دي هايدروفوليت او تراي هايدروفوليت، ولذلك راح ما يتكون عنده فوليك اسيد في البكتيريا. ما تقدر تصنع الدي ان اي مالته، ما تقدر تقوي من الدي ان اي مالته، ما تقدر تسوي عمليات الايضيه الجوه اللي تحتاج بها الفوليك اسيد، فلذلك البكتيريا راح تصير يعني ان اكتيف وممكن تموت خلال ساعات. الدي ان اي عندي انتيبايوتيك راح تعمل على الدي ان اي، شلون راح تعمل على الدي ان اي؟ يا اما راح تحطم الارتباط اللي موجود ما بين الدي ان اي، يعني الارتباط اللي موجود ما بين القواعد النيتروجينيه او الدبل ستراند اللي موجود ما بين الدي ان اي، اللي هو مثل الميتروبرينازول اللي هو الفلاجيد هنسميه او النيتروفيورنتين، هذني راح يكون عندي داخل البكتيريا رياكتيف اوكسجين سبيشيز او اوكسجين رياكتيف سبيشيز. هاي شلون فري راديكال؟ هاي عناصر تصير حرجه جدا وتظل تتحرك لحد ما تبدي هالشكل تحطم بالدي ان اي مالت البكتيريا ومال الباراسايت ايضا. حتى الشخص اللي مصاب بالباراسايت فور اكزامبل هيستولوتيكا انتامي باستولوتيكا او جاردينيا لومبيلي ايضا يوصفوا له الفلاجيل اللي هو الميترادينازول. واضح؟ عندنا لا عندنا نوع ثاني من الانتي بايوتكس اللي هي خاصه ايضا راح تعمل على الدي ان اي، اللي هي تمنع الانوايندنج. شنو الانوايندنج؟ اذا تتذكرون انه هو الانتي باي سوري الدي ان اي حتى ينقسم ويصير يعني يصير اثنين، ينشطر الدي ان اي مالت البكتيريا ويكون 2 دي ان اي حتى يكون بكتيريا ثانيه، او ينفتح الدي ان اي حتى يجي البوليمريز ويكون عندي الار ان اي، وبعد راح يكون عندي البروتين. زين شنو اللي حيفتح هنا عندي؟ جايريز. الجايريز هو عباره عن انزيم راح يفتح شريطين الدي ان اي، يفتحها بهذا الشكل يخلي جزء فوق وجزء جوا بالاسفل، وحتى شنو اللي يصير تريد عمليه اذا كان عندي عمليه استنساخ او اذا كان عندي عمليه انتاج ال ار ان اي. فعندي انتيبايوتكس اللي تدعى الفور كوينولاينز الفوروكلاينولاينز اللي هو سيبروفلاكساسين، اكيد سامعين بيه، والليفوفلاكساسين. سيبروفلاكساسين هو يعتبر من الجنريشن الاول، الجنريشن الثاني هو ليفوفلاكساسين. هذا اللي راح يسوي راح يلزمن الجاي ريز وما يخلي الدي ان اي ينفصل، ما يفتح الدي ان اي بعد. واذا ما فتح الدي ان اي مال البكتيريا ما راح يكون عندي استنساخ دي ان، ما عندي تكاثر بالبكتيريا، ما راح البكتيريا تصير واحد راح تصير اثنين، ولا راح يصير عندي تكون للبروتينات. ليش ما راح يصير عندي تكون البروتينات؟ لان هو الدي ان اي راح يكون ار ان اي، والار ان اي راح يروح على الربوسومات راح يكون عندي بروتين. اذا ما حررت انا الدي ان اي مالته وخليت اكو مجال يستنسخ ويكون ار ان اي، بالمحصله الاخيره ما راح يكون عندي اي بروتين. واضح شباب بنات لو مو واضح؟ اكو سؤال؟ واضح حلو اللاصت لحد الان، اتمنى ما اكون لاصت يعني. هذه المعلومات شوية هواي، مو شوية هواي، هواي يعني معلومات.
وأدري ممكن تكون معقدة، بس يعني هي دراسة الأنتيبيوتيك تكون بهذا الشكل. حتفهم شنو الأنتيبيوتيك، وحتنفهم شنو مكان عمله، ونفهم ليش البكتيريا كانت مقاومة إليه. إذا نعطي examples بسيطة. طبعا اكيد شرح آلية عمل كل مضاد حيوي يراد له اكثر من محاضرة. هاي محاضرة بدائية ايش بس تعريفية، بس يعني نريد نتعرف على الانتيبايوتيك، نتعرف على العمل مالتهن وين تكون، وين تكون على الخلية، طرق المقاومة انها شلون راح تكون. انا ما راح اشرح كل طرق المقاومة لان نحتاج لنا بالقليل فت 10 محاضرات، وان شاء الله نسلسلها احنا بمنصة المستقبل العلمية. بس هذا في شيء يعني، لا لا تكسرونها هسه، مو معقدة المقاومة كثيرا، لا لا يعني شوية شوية. زين، عندنا الرايبوسومز. مثل ما تعرفون الرايبوسومز بالبكتيريا، او رايبوسومز حتى لو مو بالبكتيريا، حتى بالانسان يتكون من 2 سب يونت، قطعتين، قطعة كبيرة تسمى بال50، والقطعة الصغيرة هي 30. ومن يندمج ال50 و30 يصير 70 عندي، يجي الماسنجر ام ار ان اي، وعلى اساس راح يكون بروتين. عندي انتيبايوتكس راح ترتبط بالقطعه الصغيره، تخليها تمنع ارتباطها وياما بالقطعه الكبيره، واذا منعت ارتباطها بالقطعه الكبيره بعد ما يصير عندي انتيبايوتكس، سوري، بعد ما يصير عندي بروتينز. يا هذا يا نوع من الانتيبايوتكس هي الامينو جلايكوسايديز. امينو جلايكوسايديز هي نقصد بها الانتيبايوتكات اللي تمنع تكون البروتين بداخل البكتيريا عن طريق ارتباطها ويا القطعة الصغيرة من الرايبوسومات، ومنع هاي القطعة الصغيرة من ارتباطها مع القطعة الكبيرة، ولذلك ما يصير عندنا ترجمة للماسنجر ار ان اي اللي هي جانتامايسين، توبرامايسين، اميكاسين، اند ستريبتومايسين. زين، عندنا القطعة الصغيرة ايضا اكو انتيبايوتكس ثانية اللي هي ممكن نستخدمها احنا على القطعة الصغيرة، تترا سايكلين، دوكسي سايكلين، سامعين بيها. اي شيء سايكلين، مايسين، مايسين من هاي لفظة المايسين مثل جنتا مايسين، توبرو مايسين، ستربتو مايسين، راح نعرف ان هو هذا الانتيبايت الخاص على البروتين، يعمل على البروتين. واذا كنا شطار شوية راح نعرف على بيا جزء من البروتين، انتاج البروتين راح يعمل، راح نعرف احنا على سمول سب يونت مات الانتيبايت، سوري مات الرايبوسوم. اما على القطعه الكبيره اللي هي اللارج سب يونت، عندنا خيارات اللي هو ازيثروميسين. اذا سامعينه قبل كنا ناخذ احنا ازيثروميسين ضد الكور، وهي مصابين بالكوفيد 19 والكورونا، ليش كنا ناخذه؟ ما نعلم هو الكورونا مو بكتيريا جاكم عليه، لان خوفه من سكندري انفكشن. شنو السكندري انفكشن؟ كثيره من بكتيريات تتنشط في حالة إصابة الجسم ويا فيروسات، خاصة إذا كانت فيروسات مال ريسبيرتوري مال الجهاز التنفسي. فأنا خاف من البكتيريا من السكندري انفكشن، راح تنشط يسموها كو انفكشن أو سكندري انفكشن، فناخذ إحنا أنتي بايوتيك مثل من؟ مثل أزيثروميسين، كلارثوميسين، أن أريثروميسين. واضح لحد الآن؟ شوفوا هاي الصورة، هاي تعتبر من أكثر الصور مرعبة، يعني هاي ترعب أكثر من أفلام الرعب. ليش هاي الصورة مرعبة؟ الفرق بين هاي الصورة، فرقة طبعا بالمناسبة، هاي بكتيريا نفس البكتيريا، نفس نوع البكتيريا. فور اكزامبل هاي مثلا ستاف اور ستريب، وهاي نفس هاي البكتيريا ستاف اور ستريب، لكن الفرق بيناتهم مو هواي، ممكن 3 سنوات أو 4 سنوات بس فقط. شنو اللي صار؟ هذا عندنا اختبار حساسية دوائية. اختبار حساسية دوائية اللي ما يعرفه، نخلي البكتيريا تنمو على طبق ونجيب انتيبايوتكس مضادات حيوية، هذا على شكل أقراص. ونشوف البكتيريا، هل البكتيريا كانت موتها هذا الانتيبايوتكس أو ما موتها الانتيبايوتكس؟ راح نلاحظ مثلا القطر اللي سواه من الفراغ، هذا الفراغ معناته شنو؟ معناته هذا الانتيبايوتك المدى مالته وين وصل؟ من هنا لهنا قتل البكتيريا. وهذا الانتيبايوتك ايضا صف داير ما دوار البكتيريا، اذا قتل البكتيريا، وهذا الانتيبايوتك ايضا، وهذا 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 وهكذا. كم نوع عندنا من الانتيبايوتك؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، نقول 12 انتيبايوتك. ورا 12 ورا
سنوات قليلة، 3 سنوات 4 سنوات، نفس نوع البكتيريا. صارت البكتيريا، البكتيريا ما صار داير ما دوار الانتيبايتيك اي هالة تذكر، ما موجودة لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. حتى هذن الهالات اللي صارت، الفراغ اللي صار داير ما دوار الانتيبايتكس، ما يعتبر هذا موت للبكتيريا. لا، البكتيريا لو كان هذا الانتيبايتيك يقتلها كان خلالي، كان سوالي دائرة كبيرة مثل هاي الدوائر اللي موجودة. يعني معناتها هاي البكتيريا تقاومت الكل او نفس الانواع الانتيبايتيك اللي سابقا كانت البكتيريا تقتلها هاي الانتيبايتيكس. يعني البكتيريا صارت مقاومة للانتيبايتيكس بشكل مهول، بشكل مرعب جدا. يعني تخيل قبل، يعني نفرض هاي 2000، سنة ال2000، اوكي ما يخالف، هاي سنة ال2000 كان المريض مصاب ببكتيريا تسمى المكورات العنقودية. وبعد ما اخذت العينه وجبنا العينه للمختبر وفحصناها وشخصنا نوع البكتيريا واشتغلنا على اساسه، عرضنا البكتيريا ل 12 نوع من الانتيبايتيك. عندي انا 12 نوع من الانتيبايتيك كان فتاك لهذه البكتيريا، يعني عندي 12 تشويس انتيبايتيك ممكن يختار من عندها للطبيب حسب معايير هو يفهمه يعطيها للمريض. واضح؟ لكن بلفين و23، يلا خلينا نقول 23 سنه ما يخالف، 2023 ايش قد صارت عندي كم تشويس كتريتمنت؟ زيرو، صفر. يعني خاف كان عندي انا 12 خيار، صار عندي زيرو، صفر، ما عندي ولا خيار للانتيبايوتكس، للمضادات الحيويه كعلاج اقدر اعطي للمريض، صفر، ماكو. فهذا يعتبر كارثة طبية. زين، شنو المضار اللي هي راح تسببه المقاومة الدوائية؟ عديدة، يمكن بدون ما نشرحها أو ما راح نقولها أكيد عندكم علم به، اللي هي treatment failure، فشل بالعلاج، خلاص المريض ما أقدر أعالجه، زيادة الإمراضية والحالات الوفيات. زيادة في الإمراضية، ليه زيادة في الإمراضية؟ بكتيريا منتشرة بالمجتمع، ما قدرت يعني أقتلها هاي البكتيريا، راح تبقى مستمرة بالمجتمع، وبذلك راح أزيد من الحالات الإصابة وراح أزيد من حالات الوفيات. hospitalization، يعني المريض راح يبقى راقد بالمستشفى فترة كلش طويلة، وكل ما رقد المريض بالمستشفى فترة طويلة كلف الدولة علاج، كلف الدولة فندقة، كلف الدولة مختبرات، كلف الدولة تصوير شعاعي، كلف الدولة واي 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 امور. زين اوكي، المريض بقى، اجاني مريض ثاني ما اقدر ادخل المستشفى لان كل البيت او كل الاسرة موجودة بالمستشفى هي متروسة مثل ما صارت عندنا بحالة الكوفيد 19. زين، ما قدرت المريض، اوكي انا جاني 200 مريض او 100 مريض بنفس الوقت، خلص نفس الوقت اذا عندي علاجهم ممكن بنفس الوقت راح يترحلون للبيت، لكن اذا هم ما قدرت اعالجهم انا بهذا الوقت راح يبقون فتره كلش اطول، ويبقون فتره كلش اطول راح يستنزفون كل شيء اللي عندي، حتى من السرنجات، حتى من كل شيء، من الفلويد، كل شيء راح يستنزفون، وذلك يكون خساره يعني غير طبيعيه ما ممكن ادراكها. انتيبايوتيك ريزيستنس، صنفت البكتيريات على مقاومتها الى 3 انواع، عندي الام دي ار، عندي الاكس دي ار، وعندي البي دي ار. شنو هو الام دي ار؟ الام ريفير تو مالتي دراج، دي ار ريزيستنس بكتيريا. شنو معنات مالتي دراج ريزيستنت بكتيريا؟ عندنا بكتيريا تشتغل على سيل وول، سوري، عندي انتيبايوتيك تشتغل على سيل وول، عندي انتيبايوتيك تشتغل على السيل ممبرين، وعندنا على الدي ان اي، وعندنا على البروتين، اوكي هاي كذا. اذا كانت عندي بكتيريا تكون مقاومه لانتيبايوتيك واحد من جماعه السيل وول هو يعني، وانتيبايوتيك واحد من جماعه البروتين، وانتيبايوتيك واحد مع البقيه يجوز تموت بها، انتيبايوتيك واحد من الدي ان اي، من القضايا الانتيبايوتيك اللي استخدمها للدي ان اي، يعني هي مضاده عند الدي ان اي، ستيبرو ليفو هي مضاده بس للستيبرو، ليفو يقتلها.
عندي مثلا مضاده بس للبنسلين، عندي مضاده بس للتتراسايكلين فور اكزامبل، هاي اسميها مالتي دراج ريزيستنس. قبل كانت مالتي دراج ريزيستنس يسوون عليها رعاه، هسه لا، مالتي دراج ريزيستنس تعتبر بكتيريا حبابه. هسه طلعت عندنا بكتيريات اخرى حديثه تدعى اكستنسفلي اكستنس اور اكستنس دراج ريزيستنس اكس دي ار، هاي اللي تكون بس انتي بايوتيك واحد من كل عائله هو يقتلها، يعني ما يخالف. يعني السيل وول عندي 20 نوع من انتي بايوتيك ما يقتلها بس واحد. عندي جماعه الدي ان اي فد خمسه ما يقتلها بس واحد. هذا يسمونه اكستند دراج ريزيستنس. اكستند دراج ريزيستنس. عندي البي دي ار، هذا البي دي ار خلص هاي موت. موت. هاي يسمونه بان دراج ريزيستنس. ماكو اي انتي بايوتيك بالدنيا يقتلها. اسف يعني ما اقدر نوصفها بغير وصف، اللي هو ماكو انتي بايوتيك بالدنيا موجود هسه على وجه الكره الارضيه يقدر يقتل هاي البكتيريا. هل هي البكتيريا موجوده؟ للاسف هذا ريبورت من احدى المستشفيات العراقيه. راح نشوف البي دي ار. شنو البي دي ار؟ هاي البي دي ار هي مثل ما قلنا بكتيريا، بس عندي هاي كبسله ليمونيا، بكتيريا مال جرام نيجاتيف من عائله الميكروبكتيريا سي. هاي البكتيريا استخدمنا عليها اكثر من 18 نوع من الانتي بايوتكس، اللي هي من الخاصه للسيل وول اللي هو امبيسينين، ببراسلين، سيفالو زولين، سيفوكسيتين، سبراكزون، سيبيبين. استخدمنا جماعه الجانتامايسين، جماعه الدي ان اي، سيبروفلاكساسين. اوكي، هذا اللي راح نشوفه كله ار، كله ار، كله ار. وطبعا هذا احنا قسناه، مو قسناه بالش اسمه بالديسك ديفيوجن، قسناه بطريقه ادق اللي هي على الام اي سي من خلال استخدام تقنيه البايتك. شفنا كله ار ار، حتى عند الانترميديت معناتها ار، الانترميديت يعني معناتها ار يعني ريزيستنس، هاي البكتيريا ريزيستنس. وين ما تشوف تلقاها كلها ريزيستنس 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 ريزيستنس. فهاي البي دي ار اللي هو البان دراج ريزيستنس، شلون راح، انا صراحه ما اعرف شلون راح يتعاملون ويا هذا المريض، ما ادري. ممكن اكو انتي بايوتكس ثاني يبحثون ويشوفون عنه، راح يشوف يعني يستخدمونه وممكن ينفع لو ما ينفع، اور يستخدمون انتي بايوتكس بدوزات كلش عاليه، يعني الكونسنتريشن راح يكون كلش عالي في سبيل بس ينقذون حياه هذا المريض. زين، شلون تتكون هاي المقاومه الدوائيه؟ ليش هاي البكتيريا تكون مقاومه دوائيه؟ وليش هاي البكتيريا قبل 20 سنه كانت نايف ساذجه، بس بعد 20 سنه صارت لا قويه، اكتسبت جينات. هاي الجينات ادت الى ظهور صفات موجوده لهاي البكتيريا، من هذه الصفات هي تكون ما تتاثر بالمواد الكيميائيه اللي هي الانتي بايوتكس. منين اجت هاي الجينات؟ اجت هاي الجينات عندنا عده طرق، اللي هي مثل ترانسفورميشن، ترانسدكشن، اور كونجكيشن. ابسط هاي ابسط ثلاث طرق يعني. شلون يعني؟ يعني مثلا عندي بكتيريا هي اصلا مقاومه مقاومه للانتي بايوتيك، ماتت هاي البكتيريا، ما تحطمت. فمن تحطمت مكوناتها كلها طلعت برا. ضمن هذه المكونات طلعت الدي ان اي مالتها. دي ان اي خارج الخليه يسمونه دي ان اي فري سيل. تجي بكتيريا تاخذ هذا الدي ان اي، تكتشف انه هو هذا الدي ان اي يحتوي عليه من على جينات خاصه المقاومه الدوائيه، تقول اي هم زين تعال انت تفيدني. فتاخذ هي هاي البكتيريا وتصير هي بكتيريا مقاومه للمضادات الحيويه، يسموها العمليه ترانسفورميشن، تحول من بكتيريا طبيعيه الى بكتيريا تكون مقاومه عن طريق الصدفه والرزق. الله رزقها الدي ان اي هالشكل سابح هائم عائم سوري عائم عائم يحتوي على جينات تكون مقاومه، اخذتها هاي البكتيريا الجينات خلاص قالت خلاص انتهت، جيب انتي بايوتيكاتك وعرضهن علي. ما ممتاز. عندنا ترانسدكشن، شلون ترانسدكشن؟ طبعا انتم سامعين بالفيروس اللي يصيب البكتيريا، وإذا ما سامعين به فأكو فيروسات، الفيروسات مو تصيب الإنسان فقط، تصيب الإنسان، تصيب الحيوان، تصيب النبات، تصيب الحشرات، تصيب البكتيريات، يسمونه بكتيريوفيج.
شنو هو البكتيريوفيج؟ البكتيريوفيج هو عبارة عن فيروس يصيب البكتيريا. هذا الفيروس من يصيب البكتيريا، طريقة تكاثر الفيروس انه يخلي الحمض الوراثي مالته بداخل البكتيريا، ويتكاثر الحمض الوراثي مالته يستنسخ ويكون فيروسات عديدة. فممكن هذا الفيروس اثناء عملية نسخ للدي ان اي مالته راح ياخذ جينات من البكتيريات ويروح يصيب بكتيريا اخرى ويطير هاي الجينات. يسموها هاي العملية ترانسدكشن. واضح؟ عندنا اخر شيء هو الكونجوكيشن. شنو هو الكونجوكيشن؟ يعني اقرب شيء الوصف، ولو كان هذا الوصف غير دقيق، هو الاتصال الجنسي ما بين البكتيريات. واحد يقول شلون هي بكتيريا تتكاثر؟ لا جنسيا، احنا ما جاي نقدر نقول يعني جنسيا كتكاثر، لا. بس ممكن بكتيريا ويا بكتيريا ترتبط وتفتح بيناتهم بوابة، وتبدي هاي البكتيريا تنقل الجينات مالتها لهاي البكتيريا الثانية. فهاي تكون البكتيريا الريسيبيانت اللي هي مستلمة، وذيك تكون الدونر الواهبة. ولذلك تسمى هذه العملية عملية الاقتران. اقتران بيناتهم. ولذلك تسمى هذه البكتيريا الأولى اللي هي بيها الجينات الواهبة F بلس، بينما البكتيريا الثانية راح تستلم تسمى F ماينس، وتعطيها الجينات اللي هي مسؤولة عن المقاومة الدوائية. شلون نمنع من انتشار المقاومة الدوائية؟ حسب Global Alliance of Infection and Surgery، عدة نقاط ممكن احنا اذا سويناها وتعاوننا بيها كبشر عايشين على بالكرة الارضية، وكل احنا مثلا نخاطب نفس اللغة العلمية ونفس الخطر راح يهددنا كل احنا، لازم نسوي هذه الخطوات. اول خطوة عندنا ان هو Enhance Infection Prevention and Control. يعني احنا اصلا ليش يصير عندنا عدوى عندنا بالمجتمعات؟ لان نتيجة قلة الوعي الصحي، وجود النفايات، وجود الممارسات الخاطئة، وجود التلوث وغيره وغيره. اذا قللنا من هذه الامور كلها قلت عندنا نسبة الاصابة، ولذلك ما راح نحتاج علاجات مثل الانتيبايوتكس. النقطة الثانية وصف الانتيبايوتكس الصح. يعني انا اذا بيا بكتيريا مثلا جرام نيجاتيف بكتيريا، وطيت علاجات هي مال جرام بوزيتيف بكتيريا، هذا الشيء لا راح يشفي المريض ولا راح يقلل من خطر المقاومه، بل يزيد من خطر المقاومه. لان البكتيريا اذا كان الانتيبيوتيك ما يقتلها فممكن تكون مقاومه ضده. مثل ما قلنا قبل شوي، use appropriate antibiotics، الانتيبيوتيك الملائم لحاله المريض. مو اعطي انا 5 انتيبايتك 10 انتيبايتكس وياه يشتغل يشتغل والبقيه ينذب، هذا الحكي مو صح، هذا الحكي غلط، هو اللي ادى الى وجود هذه الكوارث اللي موجوده. ايضا نفس النقطه control the source of infection، يعني هو نشوف مصدر العدوى منين جايتنا. يعني مثلا الاكس دي ار والبان بي دي ار اكتشفوها اول شيء وين؟ بالهند. بالهند هناك عندهم نهر بمدينة، هذا النهر يجيبون الناس الميتة. طبعا هو الهنود أو الهند هناك عندهم ممارسات ويا الناس اللي تموت، ما يدفنوهم، يحرقوهن، يحرقون الجثث. أور أكو عندهم نهر مقدس، جاب الجثة ودهربها بالنهر وخلاها تتفسخ هناك بالنهر، ويجون يغتسلون بهذا النهر لأن هذا النهر مبارك، هو كله جثث وكله ما أدري. المهم بقد ما يجون الهنود وبقد ما يذبون الجثث اللي موجودة بهذا النهار، وبقد ما الممارسات اللي بعد ممارسات زين اللي تصير مع الهنود، شافوا ان هو حالة الإصابة اللي هناك بالسالمونيلا، بكتيريا سالمونيلا سبب مرض التيفو، تفشت بهاي المنطقة والسالمونيلا كانت اجريسيف عدائية جدا وماكو انتيبايوتيك يفيدها، فبعدنا اخذوا من عندها عينات من هذا النهر، شافوا ان هي اكس دي ار وبي دي ار، شافوا السالمونيلا هناك اكس دي ار وبي دي ار اللي هو اكستندد والبان ريزيستنس انتي بايوتكس، بحيث سموها بالبدايه نيو دلهي سترين. سالمونيلا نيو دلهي سترين موجوده بالجوجل، واحد يسوي سيرش عليها وراح يشوفها.
اشوف هاي المعلومه موجوده. فاحنا اذا سوينا كنترول للمصدر العدوى بعد ما راح نحتاج انتي بايوتكس ليت، وراح اقلل من استخدام الانتي بايوتكس، وبالتالي بعد ما راح يصير عندنا مقاومه دوائيه. شكرا لكم، طبعا اتمنى كانت المحاضره خفيفه عليكم، ما اعتقد خفيفه، كانت المعلومات يعني ممكن تكون وافيه بالنسبه لكم. واي استفسار اي سؤال انا حاضر لكم. اي واحد يريد المحاضره هاي كبي دي اف يراسلني على الايميل رجاء، هاي طرق التواصل وياي، وان شاء الله ارسل لكم اياها، وكل شيء يخدمكم ويخدم المصلحة العامة احنا حاضرين اليه. شكرا سورة المعموري، شكرا رغد، شكرا لكم، شكرا صفاء. طبعا مثل ما قلنا قبل شويه، هي المقاومه الدوائيه يراد لها يعني بالقليل في 10 محاضرات يلا يعني نوصل الفكرة أو نوصل جميع حيثيات الأمور، لكن إحنا ما نريد نرجع بفد محاضرات، إحنا صارنا فترة كلش طويلة منقطعين وياكم، ما نريد نرجع محاضرات مملة، أخذنا مواضيع بسيطة ومواضيع يعني هي بحياتنا موجودة، إحنا كنا مختبريين، كنا اختصاصنا صيدلانيين، كنا اختصاصنا تخدير، كنا أي اختصاص إحنا راح تفيدنا هاي المعلومات، حتى لو ما كان عندنا اختصاصنا طبي، احنا من واحد تتراود يعني او تتردد عليه هاي التسميات مال انتيبايوتكس، من يفهمها راح يفهم الدنيا شلون ماشيه بهذا المجال. ان شاء الله رابط الحضور ندزه او الرسله لمنصه المستقبل وتسجلوا بيه ونمنح لكم شهادات مجانيه ان شاء الله. اكثر من نوع بكتيريا موجبه وسالفه، كيف وصف المضاد الحيوي؟ حلو، عندنا مضادات حيويه تسمى هذه المضادات الحيويه بورد سبيكترم. شنو بورد سبيكترم؟ تشتغل على اثنينات، على الجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف بكتيريا. اوكي، يعني اذا عندي اصابه فور اكزامبل ستاف زاد اني كولاي، فممكن اوصف انا انتي بايوتيك يؤدي الوظيفه على البكتيريات الاثنيناتين، يقتل البكتيريات الاثنيناتين، فيسموها بورد سبيكترم انتي بايوتيك، اللي هو مثلا بورد سبيكترم، سووا سيرش على الانترنت تشوفوا بورد سبيكترم انتي بايوتيك، راح تشوفون البنسلين كان هالشكل، الميروبينين هالشكل، الميترادينازول مثل قبل شويه سولفنا به، ميترادينازول هذا يشتغل مو بس على البكتيريا، ايضا يشتغل على الباراسايت. بدائل عشبيه للانتي بايوتكس ممكن جماعه الزراعه يفيدونا اكثر بهذا الخصوص، بس ما اعتقد اكو فد شيء فعلي، يعني حتى لو اكو فد شيء فعلي هذا يعني على المدى البعيد، يعني شخص اذا كان مصاب بالتهاب بكتيري وياخذ قضايا بدائل عشبيه لازم ياخذها فترات طويله على المدى الطويل يلا يشفي من عندها، لكن انا مو اخلي البكتيريا بداخل جسمي سنوات او اشهر على ابو ان هاي العشبه راح تشفيني، لا هذا الشيء مو صحيح، يجوز البكتيريا موجوده بعضو مهم مثلا بالليفر، مثلا بالكدني، يصير عندي فشل كلوي بعدها ما فائدتني كبشه العرموس مثلا. ما تفيد هاي السالفة. صح، شكرا. مثل ما تفضلت لا توجد وان وجدت فائدتها ضئيله، صح، لها تسلسل جيني الافلكس بامب، اكيد كل اللي حكينا عنه كمقاومات هي اصلها وجود جينات، فاكو تسلسل جيني معين اللي هو مسؤول عن الافلكس بامب، اذا لقينا هذا التسلسل الجيني اللي موجود او هذا الجين اللي موجود فراح نعرف انه البكتيريا عندها الميكانيزم مالتها هو الافلكس بامب، او الميكانيزم الثاني لها اللي هو البيتا لاكتينيز او الكاربامينيز. يعني ظل يعني كل البحوث
حتى تبحث عن المقاومة الدوائية تبحث antibiotics، هل هو الانتيبايوتكس مقاومة البكتيريا إلى لو لا، وبعد وراها تبحث عن نوع الجين اللي مرتبط ويا هاي المقاومة الدوائية، فأكيد أكو تسلسل جيني خاص. كمضاد حيوي عند الاستخدام ممكن يقتل البكتيريا النافعة، طبعا المضاد كل المضادات الحيوية تقتل النورمال فلورا، ماكو انتيبايوتيك ما يقتل النورمال فلورا، فيعني الشخص اللي مريض او غير مريض من ياخذ الانتيبايوتيك نتوقع ان النورمال فلورا راح تتاثر وراح يقل عددها، وطبعا مشكله النورمال فلورا اذا قل عددها داخل الجسم هاي هم ايضا مشكله بحد ذاته، بس يعني دواعي استخدام الانتيبايوتيك يكون يعني الا معايير خاصه. ممكن تتعرف البكتيريا على المضاد الحيوي خلال اسبوع وتعمل عليها مقاومه. ما اقدر اجزم، ما اقدر اقول اي او لا، ما اعرف. اوكي اكو سؤال بعد. اوكي اكو سؤال بس هلا اشوفه. شكرا لكم.